اول ماتش الدنمارك. الدنمارك بعد تاهلها مركز تاني بعد كانت اول ماتشين صفر زيرو بوينتس وتكسب ماتش اربعه وتوصل المركز التاني، لا يعني فرق شاسع وفرق كبير جدا. ويلز بعيده قوي قوي، يمكن 90 دقيقه الدنمارك احسن اخطر اسرع اقوى، كرات عرضيه تسديده على المرمى مفيش حاجه يعني. ويلز يمكن ولا تسديده تقريبا، جاريث بيل ما ظهرش، حتى رمزي دايما كان هو بيبقى ضمانة الميزان وبينقل نص الملعب وبيلعب راس حربة او نص ملعب ما ظهرش بشكل كويس. استسلام تام يعني، الدنمارك جايب واحد في الثاني في بدايه الدقيقه 90 بيجيب الجون الرابع. لا يعني وان سايد جيم والدنمارك يستحق بصراحه، وبعدين سكتها سهله يعني. هيقع مع انجلترا طبعا في الاخر، لكن يعني ممكن يوصل لدور السيمي فاينل في ماتش مع انجلترا الله اعلم ايه اللي هيحصل. هولندا رجع تاني؟ حب انت هولندا مش انا فاهم. لا انا قصدي هولندا قدام راجعه تاني. لا فاكر انا قلت لك في الماتش في الحلقه الاولانيه سيفتا هولندا كسبت، بس مش فرقه متماسكه ولا متكامله يعني، عندها مشاكل كتير جدا. انا برضه زي لسه كنت بكلم عميدو يعني المدرب عليه عامل كبير قوي، فكره المدرب واقتناع الناس بيه والتشكيل بيلعب بيه. هولندا اول مره في تاريخ اوروبا او كاس عالم تلعب 90 دقيقه سيف، تخيل هولندا ما تشوطش ولا كره على الجول، هو بيلعب تشيك يعني. طبعا تشيك فرقه كويسه، بس تلعب 90 دقيقه ما فيش ولا تسديده ليك، معقوله هولندا بتاريخها حتى انه انا عايز كارثه زمان حتى برضو غير المدرب. انت شوف زمان منتخب هولندا اللعيبه كانت بتلعب فين؟ دايما قيسها كده يعني. زمان منتخب هولندا مثلا منتخب 88 اللعيبه كلها بتلعب ميلان وبتاع، دلوقتي ماشي فينالدوم هو فينالدوم واحسن واحد في الفرقه فينالدوم وديليخت وديفاي ثلاثه لعيبه، بقيت اللعيبه انا دايما بقول اللعيب اللي هو عنده 24 سنه و 25 سنه ولسه بيلعب في الدوري الهولندي يا صح ولا لا؟ ديليخت ما بيلعبش في يوفنتوس ماشي، بس هو دايما انا بشوف ديليخت لا عنده مشاكل كتير قوي في يوفنتوس، حتى تقيل فاولات كتير قوي، التمركز بتاعه دايما غلط، ما بيشغلش مخه كويس. هو قوي جدا بس هو بعيد يعني، حتى يعني اول ماتش لعبه تقريبا الماتش ده ما لعبش الماتشات الاولانيه، كان احتياطي. بينالتي طرد ملوش معنى خالص، وهو اساسا فرقته مش شايفه. لا انا شايف هولندا تستحق الخروج يعني، وهي فكره تفسير ان انت جايب مين مدرب يعني. انت برضه لما تجيب مدرب، كومان كان ماشي كويس قوي معاهم، ووصل زي ما قلنا بطوله اللي هي الامم اوروبا او الامم الافريقيه اللي اتعملت جديد دي، وصل فاينل اي نعم طبعا. اسمه ايه فان دايك مش موجود، لكن عمل فرقه كويسه من هولندا ما اتاهلتش كاس العالم اللي فات ولا اوروبا اللي فات بقى لها فتره بعيده. فانت راجع المفروض ترجع مدرب عنده خبرات شويه، مش ترجع مدرب اساسا عنده مشاكل وكل الانديه تبقى اللي راحه ما نجحش في ولا مكان. صح، انا بالنسبه لي فانت جاي واحد في وقت قليل قوي، لازم تبقى عنده حاجه يلمها بسرعه، صعب يعني. انا رايي كان جابوا فان خال اي حد اي حد عنده حتى سي في قوي يرجع من ريتايرمنت يشتغل بسرعه يعني.